ما هو الموضوع السياسي في إسرائيل معقد كثيرا، لهذا السبب أنا أشك أن تكون إسرائيل قادرة أو معنية الآن في الذهاب خطوات نحو حماس، وبالتالي سبق التوتر مع غزة قائما. المصريون ربما، وهذا ما تريده حماس، أن يضغطوا على إسرائيل من أجل تحصيل أكبر إنجازات على هذا المستوى. أما في رام الله فيريدون إنجاز على مستوى المصالحة، لأن رام الله تقول أن المصالحة قبل التهدئة، والتهدئة يجب أن تتم مع السلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون مرتبطة تماما بعودة السلطة على قطاع غزة وتمكين الحكومة وما إلى ذلك. بالتالي هناك وجهتي نظر مختلفتان إن شئنا فيما يتعلق بماذا يتوقع الغزيون أو السلطة من زيارة الوفد الأمني المصري ورئيس جهاز المخابرات الوزير كامل.